من هنا تفوح رائحة الموت، رائحة الفقد ورائحة الألم. لا يمكن لأحد أن يتخيل اللحظات الأخيرة لكل القاطني والأهالي الذين عصفت بهم عاصفة دانيال في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق التي تضررت في مدينة درنا. كما تشاهدون من خلف فرق الإنقاذ تستعد للتحرك للبحث على الجثامين. حتى هذه اللحظات منذ صباح اليوم لم يتم العثور على أي ناجين، وكل يوم وبتقدم الأيام تقل الفرصة، فرصة إيجاد ناجين من هذه العاصفة. البحث كله هو عن الجثامين التي لازالت متواجدة وزالت قابعة تحت الأنقاض في عدد كبير جدا من المباني، والتي تدمرت على رقعة هائلة من مدينة درنا الليبية. من الجدير بالذكر أيضا أن الفرق الطبية وفرق الإنقاذ الموجودة في مدينة درنا أهابت بأهمية عدم دخول أي من المباني المتضررة جراء هذه العاصفة، وذلك تخوفا من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة وأن عدد كبير جدا من الجثامين ومن ضحايا هذه العاصفة لازالوا حتى هذه اللحظات موجودين تحت الأنقاض. هناك عدد كبير جدا من الجثامين التي تتحلل في موقعها تحت الأنقاض، يصعب جدا إخراجها بعد أن انتفخت وتشوهت ويعني تعرضت للتحلل شبه الكامل. فالفرق الطبية أهابت بأهمية عدم دخول المناطق والمنازل والمباني التي عصفت بها هذه العاصفة والأماكن المتضررة، من ناحية من أجل السلامة من الأمراض ومن أجل الحالة الوبائية في هذه المناطق، ومن ناحية أخرى لأن أغلب هذه المباني باتت متداعية وآيلة للسقوط. كما ترون من خلفي، يعني هذا هو فريق الإنقاذ المصري على سبيل المثال، وهو يستعد الآن للبدء في جولة جديدة. هذه الجولات كانت بدأت منذ صباح السادسة صباحا، وحتى من الساعة السادسة صباحا وحتى هذه اللحظات ما زالت العملية مستمرة. يتم هناك جولات وصولات للفريق، يدخلون المنازل، المباني، الشوارع. نحن الآن حتى في أحد الشوارع التجارية يدخلون في كل المناطق يبحثون عن الجثامين، ومن ناحية أخرى يحاولون إزالة أكبر عدد ممكن أو أكبر كمية ممكنة من الركام وضعها جانبا، وذلك لتسهيل الطرق وتسهيل حركة باقي فرق الإنقاذ التي تأتي تباعا بعدهم. في البداية البقاء لله والحمد لله على سلامتك، احكي لنا اللي حصل. عليك شو حصل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ثلاث بنيات خوتي وأربع ويلة خوتي، والباقي بنويت وويلة. الله يرحمهم ويسامحهم. كانوا كلهم اخواتنا اولاد عمنا وساكنين زي ما وصفت لحضرتك. ده حوش فيه ناس ماتت وناس عاش. واحد راح فتح الباب، هو اللي فتح الباب لاصحابه هو اللي مات، وهم فيهم نجوا والباقي مات. هنا في البدرون ابن عمتي توفيق رجب وعرفه رجب كلهم كانوا هنا، واخواتهم واصحابهم ولاد عمه. اللي نجا واحد او اتنين هنا في البدرون. انا اللي طلعت الجثث على ايدي وعلى كتفي من ضمن الناس بلديات اللي كانوا معاي، وقفنا وقفة رجالة. ما كناش بنقول ليبي ومصر، كل واحد أي واحد يقابل جسمان بيطلعوا لأنه مش فارق. مأساة، احنا جانا ذهول. أنا من ضمن الناجين، أنا فريت بـ7 معايا وأنا التام. طلعت فوق الحوش، ماتوا اللي كانت أنا ساكن عنده. اللي حصل في الأول؟ اللي حصل في الأول يا فندم، احنا لقينا البيبان بتتكسر علينا مية، اللي يلحق يجري بيجري، واللي ما بيلحقش خلاص اللي ميه بتكفل عليه انتهى.